ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد عمرو من عرب هاردوير، وهنعمل لكم النهارده انبوكسين للكوليكتور اديشن بتاعه رايز اوف ذا توم ريدر. الصندوق هنا كده، هات الصندوق بقى. مكتوب هنا سكوير اينكس ورايز اوف ذا توم ريدر سي اي كوليكتور اديشن، سي اي كوليكتور اديشن. لا لحظه بس كده، هو مش تقيل قوي على فكره يعني، بس هو نبص على الاول. هو في هنا ايكون بتاعه السلاح بتاع لارا كرافت اللي بتعلق بيه في التلج، وفي هنا الايكون بتاعه البرولر، ده سكيل سيت بتفتحها في اللعبه لما تلعبها هتفهم الكلام ده. هنا في رايز اوف ذا توم ريدر كوليكتور اديشن وايكون بتاع لارا كرافت. هنا في سكيلز بتاعه البوي، الايكون بتاعتها. ماشي كويس. يعني نفتح الصندوق. هو صندوق جوه صندوق جوه صندوق، يعني في صندوق ثالث. يعني هو شكل صندوق خشب، فحلو والله، عامل زي الحاجات اللي بتعملها لوت في اللعبه. اه هنا بقى الحاجات، حاجات كتير جوه. في سيزون باس، كود بتاع سيزون باس، اخبي الكود عشان تعالى خد الكود بتاع سيزون باس. في ظرف مقفول، في ظرف تاني برضو مقفول، في كمان مع العلبه الكبيره جايبين علبه صغيره عليها نفس اللوجو هنا. واخيرا اسطوانه اللعبه على البي سي. الاول هنفتح الصندوق الصغير ده عشان شكله غريب، ما اعرفش ممكن نحط ايه جوه هنا صغير كده. كيس ده تقريبا سلسله يعني حاجه كده، عليها ايكون من حاجه اللعبه عموما. تعال بقى نفتح الصندوق الكبير ده، شوف جواه ايه. لارا كرافت نفسها، البو ممكن يتفك، البو ممكن في البو ملزوق، فا هي شكلها غريب الصراحه. يعني الوش شكله غريب، يمكن عشان جرافيك اللعبه الوش فيه احسن من كده، ف هو حلو عموما. يعني فاضل بقى كده الاظرف اللي موجوده اللي جت معاها. شوف بس الفتح ازاي، جواه كتاب عامل زي ما يكون مثلا سرفايفل جايد حاجه كده. هو طلع فاضي، فده طلع هو نوت بوك مش كتاب او حاجه مثلا زي في اللعبه تكتب فيها مذكرتك او حاجه كده. يعني شكلها جميل جدا، حتى الورق لونه بني وتحس انها معموله من الجلد مثلا. الظرف الاخير جواه علبه عليها ايكون كده غريبه، فهي علبه اسطوانه فاضيه مكتوب عليها رايز ذا توم ريدر، تيجي مع اي كوليكتور اديشن عشان تحط فيها اسطوانه اللعبه اللي انت اشتريتها، ودي اسطوانه اللعبه اللي انت اشتريتها اصلا. يعني دي الاسطوانه اصلا، ف اي هو عادي مخبي بس السيريال. هي اللعبه على اسطوانتين، فلذيذ يعني عشان ممكن يكون حجمها او حاجه زي كده كبير. بس ده يبقى شكل الاسطوانه جوه العلبه. يعني دي كانت كل حاجه موجوده في البوكس بتاع الكوليكتور اديشن بتاع رايز اوف ذا توم ريدر. بايجاز ده الاكشن فيجر بتاع لارا كرافت، ده النوت لو هتكتب فيها مذكرات او حاجه زي كده، او انت تكتب فيها حاجه انت محتاج تعملها. عجباني جدا النوت على فكره. والنيكلس دي لذيذه برضو، والاسطوانه نفسها هي لعبه على اسطوانتين، والكفر بتاع الاسطوانه ده شكل الكفر بتاع الاسطوانه من جوه.